إن بناء دولة القانون يرتكز على أساس إعلاء مبدأ خضوع الدولة للقانون واحترام سيادة مبدأ الشرعية. وللتأكيد على ذلك استقبل رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية صالح كبزابو بعض من ممثلي مهني السلك القضائي في تشاد. وقد حضر اللقاء كل من وزير العدل وحقوق الإنسان حامي الأختام محمد أحمد الحبو ومعاوني رئيس الوزراء، حيث استمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية صالح كبزابو إلى مطالب نقابة المحامين التشاديين المتمثلة في تنفيذ القرارات الصادرة من المحاكم والأجهزة القضائية ضد الدولة لصالح المواطنين حول مختلف القضايا. وقد التمس وفد القضاة والمحامين التشاديين توجها جادا من رئيس الوزراء للاستجابة على مطالبهم، مؤكدين بأن تنفيذ قرارات العدالة سيدخل الفرحة في نفوس المواطنين ويزيد تأكيد الثقة بين الجهاز القضائي والمواطنين وأيضا المستثمرين. دينا اليوم لبريمير مينيستر ده كلام شريع شريع دايما جاي نسو سورتو كونتر ايتا ده ايتا دي دروا ده يدورا اكزيكيسيون ديسيزيون ان انجستيس شريع كان سو شريع اكنادا نادم ده اكمادا كالي كافي ولا يمشي يقول كده شريع ده مش المعفيكي. إذ قيل إن قوة الدولة هي قوة قضائها، وقوة القضاء تكمن في تنفيذ أحكامه وقراراته. كما أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية صالح كبزابو لقاء عمل حول التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع وزير الدولة وزير التعليم العالي والبحث والابتكار دكتور توم إردمي وبعض المسؤولين الفنيين والإداريين بالوزارة. وخلال اللقاء قدم الوزير مجمل التوصيات والقرارات التي انبثقت عن الأيام التفاكرية التي نظمتها وزارة التعليم العالي بمشاركة مختلف الجامعات والمعاهد والمدارس المهنية العليا العامة والخاصة في شهر ديسمبر من العام الماضي. وقد جدد رئيس الوزراء حرص حكومته على التطبيق الفعلي لأهم التوصيات التي من شأنها الارتقاء بالتعليم العالي في البلاد. علينا عندنا مشاكل كتير في تعليم العالي، مشاكلنا طلاب، مشاكلنا معلمين، مشاكل كل مشاكل إداري، مشاكل سياسي، مشاكلنا قروش، كل عندنا كل كلمنا وشغلنا حسا بتي كل في حسا ندورو حسا كل في ندورو لي أمباكر بايدو كل في ندورو لي الشهر الجاي ولا السنة الجاي كل في كل كلمنا لي بريمير مينيستر وبريميس ما كولابراتور انا سيميون عديل كي ويا قالوا لنا ان شاء الله نشوفه مع الغوفرنمان مع الرئيس كله نشوفه شغل على الباب قال يسولكم وانا فرحان بالريبونس انا بجواب انا بريمير مينيستر. إن نهضة الأمم تعتمد على الاهتمام بالتعليم، لذا فإن حكومة الوحدة الوطنية ستضاعف جهودها لتسخير الإمكانات اللازمة من أجل تطوير قطاع التعليم العالي للالتحاق بركب الدول المتقدمة في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا.